شايف الابتدائيه؟ تمام. مراكز اصحاب. مش معموله بعد كده. باينه. لوحدها مرمط مش عارف. بالظبط. يعني دي زي ملحوظه في الدم. دي بقى بيتعمل لها ايه بقى؟ دي بيتعمل لها تحاول ان احنا نموت الحمام بتاعها، لان شوف جربت منها هتلاقيها عاليه. تمام. لازم الحمام نحاول ان احنا بنعالجها مع الدم. خلاص. قبل ما نشتغل الحاله زي دي وراها له عشان نشوف المركزه دي. طبعا. انا هقدر عليها. بس ممكن تبان منها مركزه بس في الاخر. في الاخر. بس انا وريتها لك الاول عشان يبقى ايه اللي حصل حاجه. اللي هي دي الجزء الصغير. لو انت مصر انك انت مش هتستلمها زي كده تستغل الجزئيه دي وحاجه ثانيه. بس يعني مفيش حل غير كده. بس انا مش عارف ان انا هحلها لك ازاي. بس مش يبان منها 1% انا مش هستلمها. طبعا. لا ما خيرتش. ماشي. مش هتبقى علينا ان شاء الله. مش هتبقى كبير.